المقادير عبارة عن تمر منقوع في المية بتاعته كده عشان أنا عايزة المية دي بتاعته. عندنا كمان قشطة، عندنا زيت، عندنا سكر، عندنا حليب مكثف محلى، عندنا كمان كنت بقول ايه، كوب من السميد، السميد ده، وفي كمان لبن بودرة خلاص، وبيكنج باودر عشان تبقى ايه تخينة شوية خلاص. طيب محمص، انا عمالة اقول برضو ايه ده. طيب اللبن البودرة ده عملته نفس اللي هعمله في السميد ده، قعدت ايه احمصه كده. هنعمل ايه عقبال ما ده يتحمص؟ هحط التمر اللي من غير نوى طبعا، وهنحط فيه شويه ميه. النوى دي طبعا ممكن نستخدمها في حاجات كتير قوي بقول لكم عليها، منها ان لما الحاجه تبقى اللحمه مثلا جبناها من الجزار وشايفين انها فيها حاجه غريبه ومش راضيه تستوي، نحط ثلاث حبات نوى بتسوي اللحمه بسهوله جدا. سكر، ما تزودوش السكر قوي، انا هنا حاطه معلقه سكر واحده. انا اصلا انا لو انا هاكلها انا وعاملاها في البيت ممكن ما احط سكر خالص، التمر فيه سكر، والحليب المكثف اللي هيبقى على وش البسبوسه اصلا بيبقى مسكر. خلاص هنحط زيت، الزيت ده بيخلي قوام البسبوسه حلو جدا. هنحط بيكنج باودر عشان يخليها نفشه كده ما تسقطش مننا. هنحط اللبن البودره، طبعا كوبايه لبن البودره بنفس حجم كوبايه السميد. خلاص علبه قشطه خلاص، ده كمان كده هبص عليها اول ما احط دول، هبص عليها. نحط ده كمان كده اهو، تمام. هنحط قرفه حبه صغيرين قوي، وكل واحده حسب ما يحب. التمر، الزيت، السكر، بيكنج باودر، اللبن البودره المتحمص، كمان السميد المحمصاه على خفيف، والبيكنج باودر. خلاص الكريمه بقى احسبها ايه؟ لو حسيتها محتاجاها، وعلبه القشطه ما تنسوش. اخاف احط كريمه كتير لا تبقى ميه قوي، يعني تبقى صايصه قوي، فانا عشان بس الكريمه بتحليها قوي حطيت معلقه واحده بس، معلقه واحده بس من الكريمه اهو، وقلب بس خلاص. قوي والسكر فيها مظبوط قوي. تجنن دي، جربوها هتتبسطوا منها جدا. حتى اللي ما بيعرفش يعمل بسبوسه قوي هيحس ان هي سهله ولذيذه. طيب زي ما هي كده هدخلها الفرن، ماشي. الحليب المكثف ده بقى هحطه هنا على نار هاديه عقبال ما نطلع فاصل ونرجع، عشان ايه؟ عايزاه سخن جدا. انا طبعا عامله بسبوسه بس هدخلها تسخن، لان لازم الحليب ده يبقى سخن والبسبوسه تبقى سخنه عشان تبقى تطلع طريه. بص هنجيب خله كده ونعمل ايه فتحات، عشان لما احط الحليب المكثف وهو سخن يتغلغل كده جوه البسبوسه ويطريها. اهو الحليب اهو، بصوا بقى كده الله. دي بقى بس ما تتاكلش كده، دي تهدى شويه وبعدين نبتدي ايه ناكلها. هتبقى حلوه عليها مشمشيه مثلا، انا هنا جايبه مكسرات مشكله فيهم مشمشيه وزبيب، هتحليها قوي.